كنت قلنا عن اللي نتكلموا عن ملحمة تويزق، رحموا للشهداء كاملين في هذه اللي من الساعة خلق الكفاح المسلح والله استأنف الحرب. كل نهار وكل شهر نسمع عن الشهداء يسقطوا، يعني الرجالة تسقط في الميدان. معناها عن الصحراويين كي قلت عنهم ما هم اللي هي يعطوا أولادهم وأخوتهم في رواية ما هم قارشين عليها والله داخلهم من الشك. رجوع الصحراويين للكفاح المسلح أكبر دليل عنهم مقرشين على الانتصار وعارفين عن أرضهم اللي هي ينتزعوها. بقاوش المقاربة والله، بقاو ما هو المغاربة اللي ينتزعوها، بقى اللي بغاو كره اللي كره. قلنا عن كي قلت ماني عارف في اللايف الماضي كانوا اللي هنقلوا كلامنا عن استشهاد سالم الله يرحمه، واستشهاده يعني ما تم استهدافه، استشهاد موت طبيعية قبضته سكتة قلبية. هو رسالة مملي للجبناء كيف قال خالد بن وليد عن وما نامت، يعني فلا نامت عين الجبناء، معناه عن رجاج يدخل ذم الملاحم كامل ويدخل ذم المخاطرة كامل ويعقب يستشهد والله يتوفى موت طبيعي. وهو خلال الكفاح الأول ومن ينقلق مملي الكفاح الثاني دائما في المفارز الأولى، يعني شتو بطولاته وشتو الفيديو منكم ما شاف فيديو خرصوا، ننصحوا أنه خرصوا يعني تستنتج من هذا الفيديو ياسر من الأمور، ياسر من الأمور. كفاءة المقاتل الصحراوي، تجربة المقاتل الصحراوي، تأني المقاتل الصحراوي في الدراسة والدراسة المحكمة. المقاتل الصحراوي ما يؤدى العملية ما هو عاقب دراسة معمقة، يعني مغرش ليده للانتصار. عدم وجود ضحايا ظهر لك كفاءة المقاتل الصحراوي وكفاءة هذه المجموعة اللي هي لا جزء من جيش التحرير. يظهر لك يعني التنسيق الجيد بين المناطق كاملة، معناها أنك تأخبط القرقلات ورانا نحن اللي هي يعني نعدلوا عملية في تويزق. الظهر الرصيد التجريبي للمقاتل الصحراوي اللي قلنا عنه هو أساسي في الحياة. الرصيد التجريبي هو أساسي في النجاح الإنسان، أساسي هو الرصيد التجريبي. والله المؤسسة ضريك عادلها في جانب 20 سنة والله 15 سنة، والله إنسان عنده 50 سنة في نجار ما هو كيف رقاش كيف إنه تعلم حرفة النجارة، والله حرفة التجارة. حتى جيش يعني عادلوا 16 سنة من الكفاح المسلح، المعارك الليل والنهار في رصيده التجريبي، والمعارك يعني الفرد يعرف فرده يعرف التعامل معه، هذا رصيد تجريبي. وكان ما هو عند المقاتل الصحراوي ما يقدر يعدل هذه العملية. الإمكانيات لو عدلت بها العملية يا خالق الصوت الله، لا راني يتمرد بالي لهذه اللي تكتبوا لعله يخلق خلل في الصوت. صوت ياك خالي. مرحبا مرحبا. اسمحوا لي الانقطاع. قلت عنك يظهر الامكانيات اللي ادت بالعمليه، يظهر لك عن اساسي في الحرب والله في الامل كامل، هو الحجر الاساس هو الانسان، هي الاراده، إرادة الإنسان. هذه العملية وعدلت بسلحة تقليدية كلاشات وقنابل يدوية وسلاح قنص، معناها عن أساس شيء هو الإنسان. الإنسان المتدرب زين، المجرب زين، اللي يمتلك معنويات عالية واللي عقيدته متينة، يعني مستعد للتضحية من أجل تحقيق الهدف. وهذا هو الفرق، هذا هو
مربط الفرس كما يقال. هذا هو الفرق بين الجندي المغربي الجبان اللي ينترع الخمر وينترع المخدرات في حزام الذل والعار، وبين المقاتل الصحراوي اللي مؤسسة جيش التحرير الشعبي مدرسة للقيم والأخلاق، وأنا عشت فيها مدة طويلة، وفعلا عنها كانت أثرت في شخصيتي وبناتني. لو كنت ما أخذت على ذيك المؤسسة العسكرية يعني له نقود إنسان ثاني. وهذا هو الفرق بين المقاتل الصحراوي والجندي المغربي. التحضير الجيد قلت عنها العملية اللي شتو تفاصيلها كامل، هذه هي طبيعة أي عمل قتالي في المؤسسة جيش التحرير الشعبي الصحراوي. العمل القتالي ما يعدل ما هو، وهذا هو السبب اللي في تأخر العمليات وفي تأخر ذا كامل، لأن المقاتل الصحراوي والمؤسسة جيش التحرير تربيتها عنها ما تعدل والفت وطبت عليه، ما تعدل عمل قتالي ما هو عاقب دراسة زينة، وخاص العمل القتالي يؤد ما هو عنك من أجل أنك تعدل عمل قتالي، من أجل أنك تعدل عمل قتالي ويؤد ناجح. كنت تعدل عمل قتالي كيف قلت قيبة ماضية عن الصحراويين، ما قال لهم ضريكة إياهي مجموعة يردوا القرقرات بالدبابات، كيف يعرفوا المعارك الأولى كاملة لا الورد قوة من المغرب ويردوها لندروفرات ويتخلطوا معها، يعرفوا المقاتلين هذا المصطلح، مصطلح الوردة معناها أنك منين تشوف العدو وردوا تعالى ما يعلموها هو المقاتل الصحراوي بينهم قامت لو ما قال فيهم عدلوها. قال المقاتل الصحراوي يبني العمل القتالي على دراسة متأنية وخاص يعود ناجح، وهذا هو السر تأخر هذه العمليات. والله جيبت الأسرة وجيبت وعملية تويزق اللي خلقت واللي شتو تفاصيلها في ذا الفيديو كامل، أراهم خالقين من يوم 13 نوفمبر وخالق حزام الذل والعار اللا ينتر عليه بالأقصاف، والله تخلق فيه عمليات نوعية اللا ما فات جابها الإعلام ولا فات الحقه له نوعية كيف عملية تويزق، يعني من القنص مردي من القام يعني من ياسم من العمل القتالي اللي هو العمل القتالي ما يتركز لا على عملية معدلة، هي حرب استنزاف. حرب استنزاف معناها انك تلي تردم لقم فثروت ورا حزام ذل وله يقوم يتقلب بها يعني تقصف قاعدة والموت فيهم بالجملة كل نهار. انا مقرر اشتركتي يعني عن فات هذه السنة مئات الجنود المقاربة فات لقات حدف مئات. شوف هو لا حسب كلام الرئيس لا نهار واحد لا نهار واحد، شو 50 رقاز في قصف، هذا راهو لا في نهار واحد وفي منطقة واحدة شو 50 رقاز يوقي حصيلة سنة. والمقاربة قروا عن خارجين ستة ذيك ضربها في 100 بيهم، هم يعرفوا لا التزوير والله يعرفوا لا الكذيب، معناها عن الحرب الاستنزاف اللي يقوم بها المقاتل الصحراوي الدور تجبر النظام المغربي على الخنوع وقبال وعلى الاستسلام. عملية تويزغي تظهر المعنويات العالية للمقاتل الصحراوي اللي ما هي عند الجندي المغربي. المقاتل الصحراوي والإنسان الصحراوي مستعد عنه يشتشهد بالضحك واللعب وناشط، بينما الجندي المغربي والعقيدة القتالية اللي تكلمنا عنها، الجندي المغربي يحاني راتبه، والإعلام المغربي اللي زور المفاهيم ويقول بوليزاريو مرتزقة، الحقيقة اللي مرتزق واللي رواخي واللي ما هو ضحي لشيء هو الجندي المغربي، هو اللي جايب راتب.
المقاتل الصحراوي الى وقف اطلاق النار فضل ما يعرفه ولا قط خلص ولا يعرف ما هو. من كل 4 اشهر يقبض 20 يوم ويعني وتعرفوا عمل القتالي التاريخ اللي سطر المقاتل الصحراوي في 16 سنة الأولى. من هو المرتزق ضري؟ شكون المرتزق؟ مرتزق مقاتل باقي ضحي من أجل ترابه، باقي يموت من أجل ترابه، ما يدور جزاء ولا شكورة، والله رقاج يشير جايب أنت من المنطقة الفقيرة في المغرب يحاني راتب. من هو المرتزق؟ لا، بطبيعة الحال هو الجندي المغربي. عملية توينزغي ظهر الاختصاص يعني بروفيشنال في العمل القتالي، الاختصاص في طريقة الاستطلاع، الاختصاص في طريقة الدراسة، الاستطلاع يعني التنسيق الجيد بين جميع المناطق نواحي جيش التحرير الشعبي الصحراوي. وهذا التنسيق وهذا لا، ولو كانت ما هي التجربة العميقة ما يخلق ذا العمل القتالي اللي هو ما هو يعني بمدة قصيرة عقب 13 نوفمبر. قلت عنه ملي عملية توينزغي حسب كلام المقاتلين اللي عدلوا هاي العملية ظهر لك حالة الجندي المغربي اللي قال عنهم اللاشي من اللي شاسر وعنهم ما هم مد ولابسين اللا البياس متمدنين ولا مد جاي وتو طارحينها خيال اتحاني خلاص وتو شي ثاني ما هذا النوع من البشر ما يقد يحقق شي. وكي قلنا لو كانت عندهم فعلا القوة ولا هي قوة كذب، القوة الحقيقية المغاربة وكانت عندهم القوة الحقيقية ما هي قوة الكذب ولا هي قوة الإعلام ولا هي قوة الخريط اللي القنصليات ولا هي قوة الحقيقية، أمال يعودوا فات قبضوا المناطق المحررة كاملة ياك عدلهم عام، أمال يفتحوا منطقة خالفة من فوق من المنطقة الشمالية وخالفة من المنطقة الجنوبية والطائرات تخطي كيف مروق كيف احتلال الأمريكيين لبغداد ويقفوا المناطق المحررة اللي هي مساحتها 66 ألف، يعني أكثر من 90 دولة في العالم مساحة المناطق المحررة أكبر منها، قد غطر تقريبا 4 مرات ولا 5 يقبضوها. لكن هذا الجيش جيش فاشل ولا حامي ذاك الربط والرادارات ولا القام وشي متركة متخيزن في ذيك الحفر ايش كيف؟ انتحار الجندي الجنود هذو اللي انقبضوا يوضح لك جبن الجندي المغربي، جبنه واكل قلبه. وهذا الجنود راهم كيفهم جميع الجنود اللي في حزام ذي الورعان حالتهم يعكسوا هذا الجنود اللي انتحروا، الجبن خوف واكلين قلبهم من المقاتل الصحراوي اللي اخر نوع من يعني اخر مدى من الذل والخوف والانتحار، واكلين قلبهم جبناء. وكانوا ما هم جبناء ما ينتحروا، وكانوا ما هم خايفين ما ينتحروا. كيفاش هذا الجندي الجبان اللي جبنه يلوحوا في الانتحار كيفاش لا يحقق اهداف؟ كيفاش ليحقق انتصار؟ هما لا ضحية مسيكنين، نحن باقين في أخلاقنا هذو الجنود المغاربة. وقلت كيف دائما نقول عن أكبر مشكلة جبروها الصحراويين، أكبر مشكلة جبروها الصحراويين هو أن هذا النظام ما يعطي قيمة لجنوده ولا يعطي قيمة لضباطه، ولا الموت مسدية فيهم الليل والنهار وهو والله ما قدال
به ما يعطيهم الحقوق، ولا هم تابعين الحقوق، ولا عندهم حقوق في المستقبل، وما كاهل الدولة، ميزانيات الدولة ما هي ما هم مأثرين فيها، بهم كلهم مساكين، منين يتقاعد ما يعطيه الشيء، وعائلته ما يعطيه الشيء، والإعلام ما هو حر، ولا راهم يموتوا في ذاك الربط الليل والنهار، ولن بيصلات الناس، يعني عملية تويزق رصيد ثاني، يعني مجد ثاني يضيفه المقاتل الصحراوي على رصيده وعلى انتصاراته، وهي بداية الكفاح المسلح، معناه عن العمليات الجاية كاملة راهم اللي يعودوا ولا من عند توزق فوق بهم عادلهم، عاد الناس ياسر تدرس، عادلها ياسر تتوجد، عادلها ياسر تشتغل في العمل القتالي، عادلها ياسر تعدل عملية الاستنزاف، إرهاق العدو معنويا وماديا، معناها العملية القادمة إن شاء الله، وأنا نقول عنها ما هي بعيد، أنا بعد أنا حسب ظني أنا عنها ما تلات بعيد، تسمعوا وتشوفوا الأسرى مقبوضين إن شاء الله، وتحياتي لكم وشكرا على الوقت اللي أعطيتوني.